ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا. الابتسامة طريق مختصر لكسب القلوب، وأيضا الابتسامة مثل ما بنعرف صدقة، وأيضا الابتسامة تكسر الحواجز وبتقرب منا المسافات وبتترك أثر جميل في نفوس الناس. ومن أسرار الابتسامة أنك تمتلك أسنان جميلة. لنحكي عن تجميل الأسنان، معنا اليوم الدكتور محمود الجمزاوي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا وصباح الخير، شكرا على الاستضافة. إحنا مبسوطين بتواجدك معنا لليوم. دائما أول ما أطلع على أي شخص تلاقيه مبتسم، أنت هيك بتحس أنه كسر حاجز، أنه ممكن أخذ وأعطي معاه. فأدي دائما الابتسامة مهمة. طبعا هي مفتاح التواصل، يعني نحكي التواصل الاجتماعي. إذا ما تفضلت ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. صدقة. تعتبر صحيح. صدقة. فالابتسامة هي مفتاح أني أنا أتواصل مع المجتمع، مع الآخرين. تمام. هلأ في عندنا تجميل الأسنان وبيحكوا عنها عملية. هل هي عملية بمعنى الكلمة أنه عملية تجميل أسنان، ولا هي ممكن يعني إجراء عادي أو معالجة عادية؟ هي تعتبر إجراء سني لتجميل الأسنان. نستخدم فيه تقنية أو عدة تقنيات، يعني ممكن أدخل فيه أكثر من تقنية عشان أنا أحصل على ابتسامة جميلة وجذابة، عرفتي كيف، وأسنان صفتها منيحة. هلا متى تتحول العملية؟ إذا دخلنا في يعني الحالات المعقدة شوي، مثل فقدان سن مثلا، بدي أضطر إني أزرع محله، بدي أعمل تركيبات إلى آخره. بس بشكل عام هو إجراء تجميلي. بنبلش إحنا بالشغلات البسيطة، يعني ممكن الأسنان تكون صفتها كويسة، نعمل تبييض مثلا، غير لونها. ممكن نعمل مثلا إجراءات مثلا في تسوسات، نعمل حشوات تجميلية، بتدرج حسب شو حالة المريض. يعني مثلا إذا شفت أنا شخص بيعاني بأسنانه ما له إشي، نقول متى يروح على دكتور لحتى يجمل أسنانه؟ هلا إذا كان في عيوب في الأسنان أو في اللثة، احنا بهمنا اللثة كثير كثير مهمة. يعني كثير بغفل عنها المرضى، لازم اللثة تكون سليمة 100%. هلا بيجي مرضى مثلا، يا دكتور مثلا لثة حمراء، او بلاقي خطوط سوداء، او بلاقي مثلا لون نزف احيانا عند الفرشاي، عرفتي كيف؟ هذه الشغلات يعني لازم يراجع فيها المريض طبيب الاسنان. عشان نحصل على ابتسامة مثالية لازم تكون اللثة سليمة والاسنان كمان سليمة، خالية من الرواسب، الجير، خالية من التسوسات والتصبغات. طيب لما ننظف الأسنان ما بيصير في حساسية أو إشي بيضايق الأسنان ولا لا؟ أو التبييض، كتر التبييض مثلا نقول؟ لا. هلأ شوفي، إحنا التنظيف، معنى التنظيف أني أنا أزيل الأوساخ أو الجير العالق على الأسنان. أنا إذا استخدمت أكثر منه ما بيعمل حساسية نهائيا. التنظيف. التنظيف. هلأ في طبقة بتكون متراكبة على الجذر. الجذر حساسيته عالية، أنا لما أزيلها أول يوم بعمل شوي تحسس في البداية. هاي دكتور شوف، عم نشوف صور، عم يعرضوا صور هون بيفور وآفتر. هدول تبييض؟ هدول تبييض، نعم. شرط من شروط. حلو على فكرة الفرق، يعني الفرق واضح وحلو. صحيح. هلا التبييض اني انا اغير اللون، بفرق عن اللي هو التنظيف، اني اغير لون السن. شرط من شروط ان تكون الاسنان سليمة واللثة سليمة عشان نقدر نبيض الاسنان. نبيض الاسنان ونغير لونها. اول يوم بكون في تحسس، بس مش تحسس دائم على طول، يعني عرفتي، بس بالفترة الاولى اللي بعمل فيها التبييض. بحس الناس اللي بتكون اوفر مهووسة انه اسنانها يطلعوا بيض بيض، مع انه انا ما بحب، ضد الاسنان اللي كثير اوفر بيض. صحيح. حلو الاشي الناتشرال الطبيعي اللي بيلبق لكل واحد وبشرته. صحيح. حلق كل التوجه للابتسامه الطبيعيه. ممكن انه يكون هدول الناس اللي عندهم هوس اللي بيعملوا كم من مره، اكثر من مره يصيبهم، نقول اكثر من مره حساسيه. صحيح. نعم نعم. هلا اي شيء بيزيد عن حده يعني بيصير بيقلب ضده. بالضبط. فاحنا يعني الواحد الاعتدال. هلا مرت من نحكي 4-5 سنوات، صرعت انه انا اعمل فينيرز واعمل فيسنج واعمل تبييض واغير اللون للبياض الناصع. هلا صار التوجه للابتسامه الطبيعيه، للناشرال سمايل. هاي هي اللي احنا يعني هدف اغلب المرضى، صار يعني صار في عندهم معي انه والله يا دكتور انا ما بدي الاسنان بيضه كثير، بدي اياها تكون طبيعيه، بدي ابتسامتي تكون جذابه وطبيعيه. فكل ما اذا بياض السن تعدى بياض العين بصير في اختلاف، العين ما بترتاح. اوكي حلو. يعني هاي ممكن انه نحكي اذا كان البياض اكثر من بياض العين. بالضبط، بيصير في زي شدود يعني. صح. انا بحس اوقات لما يكون ناس يعني بتكون البنت ما شاء الله عليها او الشاب امور بيضحك، عامل اسنانه بيض بطريقه يعني ملفتة، مثل اللي ضاوي ضو، مثل اللي فوق مثل مثل ضاوي. صحيح. يعني هذا كثير سيء، بيفكروا بيخربوا اسنانهم. صحيح. للاسف من جهل بعض الاشخاص وما بيكونوا معرفين، بس خلصنا نمشي نشوف ناس عاملين ابتسامته يلا نركض ورا هالترند ونعملها. صحيح. طيب ايش الاجراءات التجميل
التجميليه اللي ممكن انه الواحد يعملها؟ راح نحن نبلش فيهم بالاجراءات البسيطه للاكثر تعقيد. تمام. اول اجراء اللي هو اول شيء التنظيف. ممكن تصبغات في الاسنان، مجرد اني اشيل الجير او الكلس برجع اللون الطبيعي البياض الطبيعي للاسنان، هذا اول اجراء بنظف فيها. هاي اللي ما بتطلع نقول بالفرشاية الاسنان، صعب انها لا تطلع. الجير مادي مثل الكلس مثل الحجر بتمسك في السن ما بتطلع نهائيا الا عن طبيب الاسنان. اوكي هذا الاجراء السهل البسيط اللي لازم اعمله بشكل دوري كل 6 أشهر. تمام. ننتقل للخطوه الثانيه. مريض اسنانه كويسه ما فيها اي تسوسات، صحه اللثه ممتازه، ممكن ننتقل للخطوه الثانيه اللي هو التبييض. التبييض اجراء بسيط عندي بنقسم لقسمين، في عندي اللي هو التبييض عندي داخل العياده، في اجهزه في مواد كيماويه بنحطها، وبنحط جهاز اللي هو التبييض اللي هو التكثيف الضوئي وليس الليزر. يعني متعارف في عند الناس انه طبيب الليزر، انا بسمع ليزر هو مش ليزر. الليزر لونه احمر بيقطع، في له استخدامات في طب الاسنان في الجراحه. اما التبييض اللي هو الضوء المكثف بيتحفز عمليه اللي هي تنشيط الماده المبيضه. هلا برضه بنقسم قسمين، عندي تبييض في العياده وتبييض في المنزل. ممكن افصل قوالب اعطيهم للمريض، اعطيه ابر تبييض من عندي يستخدمه بتدرج بسيط للتدرج العالي. هلا في كمان نوع من انواع التبييض، التبييض الداخلي وليس الخارجي. في عندنا اكسترنال بليشنج لو انا ابيض كل الاسنان الخارجيه، وفي الانترنال بليشنج اذا انا كان عندي سن واحد مثلا في مشكله، عملت حادث لا سمح الله، انكسر السن، اختلف لونه، هذا بيعمل له سحب عصب ويتبيض داخليا من داخل السن. عرفت كيف؟ هذا انترنال بليشنج. هذا التبييض، هذا الاجراء الثاني اللي هو نعتبره بسيط، انا لسه ما خربت السن وما دمرت. هلا ننتقل للشيء الاكثر تعقيد. انا بيجيني مريض عنده تسوسات، اهملهم فتره، تسوسات كثيره، لونهم اسود مثلا، بده يجي يعمل مثلا تبييض ما بيزبط، لازم نعالج التسوسات بالحشوات التجميليه، حشوات نختار نفس لون السن. هلا اذا المريض حابب يعمل لون افتح، عرفت كيف؟ بنختار لون افتح بلون الحشوات، بنعمل له اللي هو وبتبين طبيعي. بيبين طبيعي. حلو. نعم. حلو. هذا قريب من الفيسنج. هلا كثير مرضى بيسالوني يا دكتور شو الفرق بين الفيسنج والفينير؟ هذا السؤال بدي اسالك اياه لانه الكل مشغول في ايش الفيسنج وايش الفينير. الفيسنج اجت كلمه فيسنج من الفيشيال سيرفيس، من السطح الخارجي للسن، انا بغير الاسطح الخارجيه باستخدام حشوات تجميليه مصنعه عندي في العياده. اوكي. بس اللي هو التكنيك الفينيرز، انا باخذ بعد ما احضر الاسنان باخذ مقاس وبرسله للمختبر بصنعوه بالمختبر اللي هو العدسات اللاصقه. هلا انا عملت العدسه عندي بالعياده سميته فيسنج، كومبوزيت فيسنج، مصنعه من الحشوات التجميليه. الفينيرز اللي هو من السيراميك او تقنيه الايماكس يصنع في المختبر. طبعا في فروقات كثير. اول فرق انه هذا من ماده السيراميك اللي هو الفينير، قاسي جدا، قوي، بيتحمل، صعب انه يتكسر. صعب انه يتكسر. من مشاكل الفيسنج انه ديمومته أقل، بيخدم لفترة أقل، عرفت كيف؟ بتصبغ على المدى البعيد، بتكسر، عرفت كيف؟ هذا الفرق بيناتهم طبعا. والتكلفة المادية هي الحكم. يعني تكلفة الفيسنج يعني السن واحد فينير أو سنين عن 10 أسنان فيسنج. في اختلاف في الفرق، فإحنا حسب وضع المادي وحسب حالة المريض. تنصح أكثر بالفينير نقول؟ للمقتدر نقول ماديا. بالضبط. بس إحنا حسب حالة المريض، احنا ما بندخل بالاجراءات التجميليه الا لما نقيم الحاله، نقيم اللثه، نشوف صفه الاسنان. يعني بيجينا مرضى دكتور انا بدي اعمل فيسنج وعندي اسنان معوجه، بنصحه بالتقويم. التقويم برضه في جانب وظيفي وجانب تجميلي، اللي هو انا اصف الاسنان بشكل صحيح. عرفت كيف؟ في عندي مثلا اسنان مفقوده او فراغات كبيره، صعب اني انا احلها بالفيسنج او الفينيرز. ما بتغطي لي اياها، بصير شكل الاسنان متقدمه بارزه لقدام او عريضه، فما بيعطيني نحكي النسبة الذهبية للسن. في نسبة ذهبية لازم تكون متناسقة مع خط العينين ومتناسقة مع ابتسامة المريض. عرفتي كيف؟ هذا كله بناخده بعين الاعتبار لما يجي نفحص المريض. ايش بيعمل بديل طيب اللي ما بيزبط معه؟ هلا ممكن التركيبات، ممكن التقويم، في حلول تانية. احنا حسب حالة كل مريض. كل مريض فيش مريض والتاني حالته زي بعض، بيكونوا نفس الشيء. كل واحد له حالته الخاصة وتشخيصه الخاص. طيب التقويم نقول بيعتبر من برضو العمليات التجميلية. عمليات التجميل صحيح. هو له جانبين، أنا بدي أصلح فيه الإطباق وصفة الأسنان اللي هو الفانكشنال. أوكي الفانكشن تاع الأسنان، أنا بدي أصلح العضة بشكل صحيح وأصلح اللي هو اصطفاف الأسنان. عرفتي كيف؟ فكتير بيجي مرضى مثلا بيكون عندهم كتير ازدحام في الأسنان أو فراغات كبيرة،
كبيره بده او بروز في الاسنان بروز كبير صعب انك انت تحله بالفيسينج او الفينيرز عرفت كيف؟ فبننتقل للتقويم. احيانا كمان بتيجي حالات كثير متقدمه تحتاج الى جراحه تجميليه اللي هي احنا بنحكي لها اورثوغناتيك سيرجري. هاي صافة عندنا عمليات معقده تجميليه زي ما سالتيني اول سؤال. هلا هون بيجي مريض مثلا عنده البروفايل نحكي تاع الوجه في تقدم كثير في الاسنان او ضمور كثير، بينعمل له التقويم في البدايه، بعدين تعمل له العمليه الجراحيه حتى انصف الاسنان. ايش بنعمل بالجراحه بالضبط؟ بيكسروا الفك. بيكسروا الفك مثلا لو كان انا عندي بروز بالفك السفلي اوكي بيكسروا الفك وبرجعوه او بكسروا الفكين مع بعض وبرجعهم للصف الصحيحه والعضه المثاليه الرفيف بالانسجام مع اللي هو عضلات الوجه والبروفايل اللي نحكي الشكل الخارجي للوجه. هذه تعتبر من عمليات التصحيح الوظيفي للاطباق والتجميلي للوجه الرفيف. فاحنا بلشنا بالامور البسيطه للامور اللي هي الصعبه او المعقده اللي بدها اجراءات تداخلات. ممكن انا أدخل أكثر من إجراء لنفس المريض، أعمله تنظيف، أعمله حشوات، بعدين أنتقل للفيسينج أو أنتقل للفينيرز. مريض بكون عنده سن مفقود، اضطر إنه يخلعه، يا دكتور كل ما أضحك بخجل في فراغ كذا، ننتقل لحل الزراعة. الزراعة يعتبر حل جراحي. عملية جراحية، بنحط برغي في العظم، نحط له دعامة. صعبة دكتور ولا؟ هلا مع التقدم العلمي صارت أسهل من الخلع. يعني مثلا تعتبر عملية زراعة والواحد بتعب وبده راحة وهذا الحكي يعني؟ عملية بسيطة تعتبر، يعني هي بضلها جراحة. بتعب يعني؟ أنا بحس وجع الأسنان جنان. يعني بحس عن جد زيه زي أي عملية تانية. صحيح. بس ألمه أسهل وأخف من ألم عصب السن. عصب على عصب السن لما يلتهب ألم شديد ما بروح بالمسكنات نهائيا. ألم اللي بصاحب للعملية الجراحية كتير أبسط وكتير أخف. فإحنا دائما متوجه للزراعة كحل أول لتعويض الأسنان المفقودة. طيب دكتور ايش في نصائح ممكن تقدم لنا اياها للناس اللي بدها مثلا بدهم يروحوا يجملوا اسنانهم؟ شو نصائح تعطيهم قبل ما يروحوا؟ اول شيء طبعا اختيار الطبيب المناسب، لازم اسال عن التقنيات الموجوده، المواد المستخدمه، المختبر اللي بتعامل معه الطبيب، هذا واحد. عرفتي كيف؟ ثاني شيء مش معناته اذا انا ركبت انا عملت اجراء تجميلي يعني انه خلص اسناني ما راح تخرب، بالعكس بدي اهتمام اضافي استمرار. احنا نحكي المريض العادي كل 6 أشهر لازم مراجعه عن طبيب اسنان للتنظيف. المريض العامل تركيبات او عامل اجراء تجميلي من الاولى انه من 3 إلى 6 شهور، انا بنصح كل 4. هلا اذا اهملهم بصير نتائج كارثيه، بصير تسوسات. احنا قلنا الفيسنج الطبقه الخارجيه، طب الداخل شو بصير فيه؟ اذا تراكم الطعام بتلاقي كله تسوسات داخليه. مر علينا كثير حالات زي هيك، بدك تقعد تصلح وترمم وتسحب عصب غير الالم المصاحب له، فبده عنايه اضافيه. عرفتي كيف دكتور؟ احنا صرنا بعصر التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي. كيف بتحس بتلعب دور مواقع التواصل الاجتماعي مع نقول تجميل الاسنان او موضوع الأسنان؟ أكيد يعني هلأ صارت التسويق عبر الإنترنت، هلأ كل شيء موجود على الإنترنت. لازم يكون الطبيب ملم بالآية الأشياء، يعني حتى يعني حط الحالات تبعته عرفتي كيف قبل وبعد لنشر الوعي للناس. تسمح لي دكتور، لأنه أنا شفت أكثر من بنات يعني قابلت أشخاص بيعانوا من هاي المشكلة. للأسف أنه كثير من لاقي مشاهير بروح بعمل دعاية لدكتور والدكتور ما بيكون مثل الخدمة اللي هي كانت متصورتها، يعني بيصور صور وبيصير في غير في بنات مراهقين سن بيطلع دكتور شباب صغير مكيفين عليه، بتلاقي في متابعات وهو مشتغل منيح السوشيال ميديا، بيروحوا بيدفعوا مبالغ وبتحس انه ما فيها الخدمة وطلع الدكتور مش يعني شغله مش مثل نقول كمية الإعلان والدعاية. صحة كاسة مي بس تشربوا النوم. صحة صحة، إذا بدك بس ترتاح بنحكي مش مشكلة. هو دائما أنا بحس الأسنان موضوع كتير مهم، وأكتر أصلا وجع يعني بيكون وجع الأسنان، فالواحد دائما يضل عنده في زيارات للطبيب ما يعتبروها يعني، دائما الناس بتستنى عبين آخر لحظة وبتروح على الدكتور لتعالج سنها. ف
فموضوع الأسنان موضوع كتير مهم ولازم الواحد يهتم كتير بصحتهم. وأنا إذا بدي أوجه رسالة بجوز أوجه للعائلات وللأهالي إنه دائما ديري بالكم أولادكم، خلوهم يعملوا عادات صحيحة جيدة، يفرشوا أسنانهم كتير، نحاول نخفف من الأشياء اللي فيها نقول سكر، حلويات اللي ممكن تزيد من التسوس، ممكن هاي أهم الأشياء. صحيح، ما شاء الله عليك ما قصرتي، يسلم عليك. يسعدك دكتور، أنت يعني تمام؟ يسلم عليك، يسلم عليك. طيب دكتور، احنا هيك وصلنا لنهاية الفقرة، لو في وقت كان بنكمل اكثر. شكرا لتواجدك، ما شاء الله عليك انسان يعني دكتور ذوق وما شاء الله يعني. الله يسعدك، بارك الله فيك، يعطيك العافية.